استنى حضرتك بعد اذن حضرتك، بس ارجوك لا تجادل، لان كده بالشكل ده انت داخل في الوسوسه وطريق يتعب. سؤال ثاني حضرتك، بس لا توسوس ايضا، الله يحفظك. لا اتفضل. السؤال ده سؤال تاني عن الموضوع ده حضرتك. اتفضل. السؤال الطرح حديث اللي هو حضرتك انت راي ابن عازب اللي هو عن الموت حضرتك، ان الله في الحديث الصحيح ثلاث كلمتان، الكلمه الاولى فينادي مناد من السماء فبعدها قال صدق عبدي. طب هل الذي نادى هو الله عز وجل عشان بعدها كلمه صدق عبدي؟ وفي الحديث ايضا اي يعني حديث أخرى. عفوا حديث ماذا بس فهمني. ايوه حديث البراء ابن عازب مناد ان صدق عبدي افتحوا له فرشوا له من الجنه، الحديث الصحيح حضرتك. اي حديث اذا سئل في القبر يعني. نعم ايوه قال فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي حينما يرد على الاسئله. ايه من السماء. لا هذه بس عفوا انا احتاج اراجع هذه اللفظه بدراسه مقارنه، لان حديث البراء كله هو حديث الجمله يحسن على اغماض في بعض رواته من هل ابن عمرو، ان هل ابن عمرو هو صدوق لكن له بعض الاخطاء، فانا احب ان اطلع على الحديث مره اخرى هل هذه اللفظه موجوده في كل الطرق ينادي منادي من السماء او فيقول الله صدق عبدي، فنحتاج راجع هذا. طيب حضرتك حينما يقول في نفس الحديث حضرتك برضو كلمة وما يدريك، حينما يقول ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، كده ثلاث أسئلة. في السؤال الرابع وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله، هل كلمة وما يدريك ده سؤال رابع حضرتك ولا دي زيادة برضو في الحديث؟ لا دعني أراجعها الله يحفظك. جزاكم الله خير. وياك وسلام.